في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما خفي إرساله، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن قول المؤلف هاهنا والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، ابتدأ هاهنا بذكر أنواع السقط في الإسناد، فالإسناد غير المتصل هو المنقطع. وقد تقدم لنا في شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، فكل إسناد ليس بمتصل فهو المنقطع، ولكن تختلف مسميات الانقطاع بحسب اختلاف مواضع السقط. فإذا كان السقط في أثناء الإسناد أي في وسطه فله مسمى، وإذا كان في آخره فله مسمى، وإذا كان في أوله فله مسمى. ابتدأ بالمنقطع، قال هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. وهذا باعتبار المقابلة، أي مقابلة المتصل، فكل ما لم يتصل فهو منقطع، ولكن أهل العلم خصوا كل سقط في كل موضع من مواضع السند بمصطلح خاص. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده واحد، المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده واحد أو أكثر، ولكن إذا كان السقط أكثر من رجل واحد
فلا يسمى منقطعا إلا إذا كان هذا السقط بلا توال، يعني لا يكون الساقط إذا كان أكثر من واحد لا يكونان متواليان، وإنما في موضعين مختلفين من السند. وقولنا ما سقط من أثناء إسناده يعني من وسط الإسناد، لأنه سيأتي أن ما سقط من آخر الإسناد هو المرسل، وما سقط من أوله المعلق. فإذن إذا قيل هذا إسناد منقطع فإنه في تعريفهم هو ما سقط من وسط إسناده واحد، وقد يكون أكثر من واحد لكن لا يكون السقط على الولاء، يعني لا يكون على التوالي. مثل ماذا؟ مثل مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، فهل هذا متصل أم منقطع؟ هذا منقطع، لأن مالكا لم يلق ابن عمر ولم يدركه، وإنما يروي عنه بواسطة في الأصل وهو نافع، وقد يروي عنه بواسطتين وهما الزهري وسالم. فإذا مالك عن ابن عمر يصح مثالا للمنقطع، وقد يمكن أن نجد مثالا لما يعبر به أهل العلم عن المنقطع، فيقولون عن إسناد ما بأنه منقطع، ويعنون به المرسل أو يعنون به المعضل كما سيأتي، يقولون هذا إسناد منقطع، ونجد في حقيقة الأمر أنه مرسل، وهذا لأن المنقطع أشمل ما يكون من أنواع السقط، لأن المنقطع هو كل ما لم يتصل، فالمرسل ليس بمتصل، والمعضل ليس بمتصل، والمعلق ليس بمتصل، وكل ما لم يتصل فهو منقطع. ولكن أهل العلم اصطلحوا على أن يخصوا السقط الذي يكون في أثناء الإسناد، أي في وسطه، إذا كان الساقط واحدا أو اثنان ولكن ليس على التوالي، خصوه بمصطلح المنقطع. قال: والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان السقط في آخر الإسناد، يعني في طرفه الأعلى، فهو المرسل. وها هنا يقول المؤلف: المرسل هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. هذا فيه إشارة إلى أن ثمة خلاف، فمن أهل العلم من عرف المرسل بأنه قول التابعي الكبير، والأصح أن يكون المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدق من قول المؤلف قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل يصدق عليه أنه مرسل إذا أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريراته صلى الله عليه وسلم، فلا ينحصر في أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القول. وقيل في تعريف المرسل: ما سقط من إسناده الصحابي. كما يروي مثلا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا سقط من إسناده الصحابي فهو تعريف المرسل. وهذا التعريف خطأ،
لأننا لو تحققنا أن الساقط من الإسناد صحابي فقط لما توقفنا في قبوله، لأن عدالة الصحابة كلهم ثابتة، فلا نحتاج إلى البحث في أحوالهم والوقوف على تعديلهم أو تجريحهم رضي الله تعالى عنهم. وإنما كان المرسل على قول أكثر أهل العلم بالحديث ضعيفا لأننا لم نتحقق من هذا الساقط، فقد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي. ولذلك كان الأصل في حكم الحديث المرسل أنه لا يصح. إذن حكم الحديث المرسل في الأصل وفي الجملة أنه لا يصح. لماذا؟ للجهل بحال الساقط. فقد يمكن أن يكون الساقط صحابيا وقد يمكن أن يكون غير صحابي، وإذا لم يكن صحابيا فقد يكون عدلا وقد يكون مجروحا. فبسبب الجهل بحال الساقط كان الأصل في حكم المرسل كما حكى الإمام مسلم والترمذي عن أكثر أهل الحديث أنه لا يصح. هذا من ناحية من حيث الجملة والعموم، ولكن عند التفصيل ففي المراسيل ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. والحكم المقابل لهذا الحكم الأول ما ذهب إليه أبو حنيفة والأوزاعي ومالك والثوري من الاحتجاج بالمرسل، قالوا إن الغالب على من سقط ذكره من بعد التابعي أنه صحابي، هذا هو الغالب. وإذا كان هذا هو الغالب فعدم ذكر الصحابي في الإسناد لا يضره، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول كلهم، فسواء علينا ذكر في الإسناد الصحابي أم حذف فلا يضر. ولكنهم قيدوا هذا أيضا بأن يكون المرسل الذي أرسل الحديث ممن لم يعرف بكثرة الرواية عن الضعفاء، فإن كان ممن عرف بأنه يكثر الرواية عن الضعفاء فإنه لا يقبل مرسله، وذلك لاحتمال أن يكون طوى ذكر ضعيف في الإسناد. وفرق بعض أهل العلم بين بعض من يرسل والبعض الآخر، فذهبوا إلى أن مراسيل جماعة من التابعين مراسيل مقبولة صحيحة، وذلك لما عهد عنهم من أنهم لا يرسلون إلا عن ثقات، ومثلوا بسعيد بن المسيب وقالوا إنه صحيح المراسيل، ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره، وذكر الذهبي منهم مسروق بن الأجدع وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، فهؤلاء ممن اعتادوا ألا يرسلوا إلا عن الثقات، فمهما طووا ذكر الصحابي في الإسناد فمهما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل من وجه آخر فإنه لا يكون الساقط إلا صحابيا أو ثقة عند الجميع. وقالوا إن مراسيل الحسن البصري وعطاء إنها مردودة، وذلك أنهم يروون عن كل أحد، وإذا كانت هذه حال المرسل فقد يروي ويطوي اسم ضعيف فيحتاط إذن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل مراسيلهم. ثم جاء الشافعي رحمه الله وزاد ضوابط ليقبل بها الحديث المرسل، فاشترط أن يكون التابعي كبيرا،
لماذا؟ لأن الغالب على التابعي الكبير أنه لا يبهم في الإسناد إلا صحابيا، وذلك أن التابعين الكبار هم من لقوا كبار الصحابة ورووا عنهم، ومنهم مخضرمون أسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، وبعضهم أكبر سنا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل أبي عثمان النهدي وعبيد الله بن عدي بن الخيار، ومن أهل العلم من رأى أنه من الصحابة، ومنهم قيس بن أبي حازم، ومن كبار التابعين أيضا سعيد بن المسيب. وقد يقول القائل فإذا كانت هذه هي حالهم، وهو أن أكثر من يسكتون عن اسمه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في نفس الأمر صحابيا، فلماذا يطونه ولا يذكرونه؟ فنقول إن من أسباب عدم ذكر الصحابي أن التحديث تختلف وجوهه، فأحيانا يحدث التابعي بالحديث يحدث تلاميذه فيذكر الإسناد ويذكر من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يروي الحديث على سبيل المذاكرة أو على سبيل الفتوى فيسأل فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد يذهل عن أن يذكر الصحابي فيتحمله عنه الراوي فيضيفه إليه. واشترط الشافعي أيضا أن يكون المرسل ممن عرف أنه لا يروي عن المجاهيل والضعفاء، وألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه. قال والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. المعلق يقابل في جهة السقط المرسل، فالمرسل كما تقدم الساقط فيه في آخر الإسناد وفي طرفه الأعلى، والمعلق السقط فيه في أول الإسناد أو في طرفه الأدنى، ويكون من تصرف المصنف، ويكون بشرط أن يكون السقط على التوالي. مثال ذلك قول البخاري مثلا في صحيحه وقال ابن عباس، أو قال سعيد بن المسيب، وأحيانا يحذف الإسناد كله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد يصدق عليه أنه معلق. وعادة المحدثين أن يستعملوا التعليق فيما يجري بينهم من المذاكرة أو المناظرة، وقصدهم من ذلك اختصار الحديث، مع كون الحديث مسموعا لذلك المصنف، مسموعا له وتلقاه على الاتصال، ولكنه يحذف الإسناد كله أو بعضه كما تقدم اختصارا، أو لكونه جرى بينه وبين غيره في أثناء المذاكرة. والبخاري يفعل ذلك كثيرا في صحيحه، كثيرا ما يعلق الحديث فيحذف الإسناد كله إلا التابعي أو تابع التابعي، أو يحذف الإسناد كله إلى الصحابي أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعلقات في صحيح البخاري على قسمين، منها ما يوجد متصلا في موضع آخر من كتابه، يعلق الحديث في موضع ويرويه متصلا
عن شيخه حتى يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من كتابه. ومن معلقات البخاري ما لا يوجد إلا معلقة، بحيث لا يتصل في مكان آخر من كتابه. وهذه المعلقات التي لا توجد متصلة في موضع آخر من كتاب البخاري على قسمين: معلقات مجزوم بها وغير مجزوم بها. أما المجزوم بها فكأن يقول قال ابن عباس أو قال أبو هريرة، يجزم بأن من علق عنه قال ذلك، أو قال الحسن أو قال ابن سيرين أو قال ابن المسيب ونحو ذلك. فهذه المعلقات المجزوم بها هي بالاستقراء، يعني بالتتبع، صحيحة كلها إلى من علق البخاري عنه. والقسم الثاني من المعلقات في صحيح البخاري غير المجزوم بها، ومن أهل العلم من يقول ما روي بصيغة التمريض، كأن يقول البخاري ويروى عن أبي هريرة، أو يذكر عن أبي هريرة، أو يذكر عن ابن عباس ونحو تلك العبارات. فهذه أيضا بالاستقراء، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. بعدما عرف المؤلف رحمه الله تعالى المرسل، وهو قول التابعي أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومنه ما خفي إرساله، يعني من المرسل ما خفي إرساله. وما خفي إرساله هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ولم يسمع منه شيئا، يروي عنه بصيغة توهم السماع. نبين هذا التعريف. هذا رجل لقي ذلك الشيخ الذي روى عنه في الإسناد وعاصره، فهنا يفترق عن المنقطع، بأن المنقطع الراوي يروي عمن لم يدركه ولم يعاصره، ها هنا في المرسل الخفي يروي عمن لقيه وعاصره أو لم يلقه ولكنه عاصره، يروي عنه ما لم يسمعه منه. ولكن كيف يروي عمن لم يسمع منه؟ لا يروي عنه بصيغة صريحة في السماع، بحيث يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، وإنما يروي عنه بصيغة تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع، مثل ماذا؟ مثل عن أو قال، يقول مثلا عن فلان أو قال فلان. هل هذه الصيغة صريحة في السماع أو في التحديث؟ لا. وهل يقال لمن عبر بهذه الصيغة عن إنسان لم يسمع منه ذلك المنقول وذلك المروي، هل يمكن لنا أن نقول إنه كذاب؟ إذا قال واحد منا قال فلان وهو ممن عاصره وممن لقيه، فتحققنا منه وسألناه وقلنا له أنت تقول قال فلان أو تقول عن فلان كذا، الخبر الفلاني، أنت تقول عن فلان كذا أو قال فلان كذا، هل حدثك بذلك؟ فربما يقول نعم حدثني بذلك، لكن أنا استعملت هذه الصيغة عن أو قال. وربما قال لا، أنا ما حدثني بذلك، وإنما حدثني رجل عن ذلك الرجل. ففي هذه الحالة هل نتهمه بأنه كذب؟ لا، لأنه نقل لنا هذا الخبر أو ذلك المروي
عن ذلك المنقول عنه بصيغة تحتمل أن يكون سمع وتحتمل أن لا يكون سمع منه ذلك المروي. فإن كان ذلك الذي نقل عنه معاصرا له أو لقيه ولكنه لم يتحمل عنه حديثا قط ولم يسمع منه شيئا مطلقا فذلك الإرسال الخفي. لماذا كان خفيا دون الأول؟ لأن المرسل الظاهر الجلي نعرف أنه مرسل بمجرد نظرنا في الإسناد، فإذا رأينا إسنادا آخره عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نعرف مباشرة من دون تتبع ولا قرائن نعرف أن هذا الإسناد مرسل، أليس كذلك؟ لأننا نعرف أن هذا تابعي وأضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يتحمل عنه. ولكن المرسل الخفي يخفى. لماذا يخفى؟ لأنه لا يكفي في العلم به واكتشافه معرفة التاريخ أن هذا عاش في زمان وذاك عاش في زمان، لأنهما متعاصران وقد يكون التقيا وقتا من الأوقات، وإنما يطلع على الإرسال الخفي ويكتشف بقراء أخرى لا يعرفها ولا يقف عليها إلا أهل الحديث، يعرفون أنه روى عنه بصيغة مهمة للسماع، أنه وإن روى عنه بهذه الصيغة المهمة للسماع إلا أنه لم يتحمل عنه حديثا قط، فيسمون هذا الإرسال الخفي، وهو نوع من أنواع التدليس في الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر التدليس في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر. المعضل هو منقطع، أليس كذلك؟ لأنه سقط من إسناده اثنان، ولكن الانقطاع فيه شديد فخص بهذه التسمية، هو أنه معضل حيث يشتد الانقطاع ويكون أكثر من واحد ويكونان اثنان متواليان في الإسناد. فإذا كل معضل منقطع، أليس كذلك؟ وليس العكس، وليس كل منقطع معضلا. مثال ذلك أن يقول مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق عليه أنه معضل. لماذا؟ لأن مالكا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتان ليست واحدة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين، يروي مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي مالك عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كم واسطة؟ ثلاث وسائط. فإذا حذف مالك ذلك كله وعزل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معضل. وقال أهل العلم إن المعضل أصحه وأثبته ما رواه مالك، لأن البلاغات التي أكثر منها مالك في موطئه بقوله بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تسمى البلاغات، وهي من قبيل المعضل، ولكنها بالاستقراء صحيحة. قال: والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. يقال هذا إسناد معنعن، فلان عن فلان، الثوري عن الأعمش، أو شعبة عن منصور بن المعتمر، وهكذا. هذه الصيغة عن، ومثلها أن فلانا قال، أو فلان أن فلانا ذكر كذا،
عن وأن وقال، هذه الصيغة محتملة لا تدل على اتصال، لا تدل على أن الراوي تحمل مباشرة عمن روى عنه، وأيضا هي لا تقتضي الانقطاع، فلا نستطيع أن نقول لمن روى عن شيخه بعن أو أن أو قال إن هذه الرواية منقطعة وأنه لم يتحمل منه مباشرة، كما أننا لا نستطيع أن نقول إنها متصلة وإنها تدل على أنه سمع منه مباشرة، هي صيغة محتملة، قد تكون كذلك منقطعة وقد تكون متصلة. فمتى يحمل حديث الراوي الذي يروي بالعنعنة على الاتصال؟ بشرطين. قال: هو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، عن وأن وقال إذا روى الراوي بهذه الصيغ المحتملة نحملها على الاتصال وأنه تحمل وسمع من شيخه مباشرة إذا لم يكن هذا الراوي مدلسا، والتدليس سيأتي إن شاء الله تعالى الآن. وأيضا أمكن لقاؤه لمن روى عنه. متى يمكن لقاؤه لمن روى عنه؟ إذا كان معاصرا له، إذا روى عنه بعن أو أن وكان ذلك الراوي معاصرا لشيخه الذي روى عنه بتلك الصيغ المحتملة فإنه في الجملة يمكن لقاء الرجلين، فنحمل ما روى عنه بهذه الصيغ على السماع والاتصال إذا كان بريئا من التدليس. هذان الشرطان نقلهما الإمام مسلم رحمه الله وغيره من أهل العلم عن جمهور أهل الحديث، وذهب الإمام علي بن المديني وتلميذه الإمام البخاري إلى أنه لا تحمل العنعنة على الاتصال والسماع حتى يثبت لقي ذلك الراوي الذي يروي بالعنعنة عمن روى عنه ولو مرة واحدة في عمره، مع اشتراط البراءة من التدليس. فإذا ثبت أن ذلك الراوي لقي من روى عنه ولو مرة واحدة في عمره فإنه يحمل على الاتصال، فإن لم يثبت أنه لقيه وإنما عاصره فقط فإن ذلك لا يكفي في ثبوت الاتصال بين من يروي بالعنعنة ومن روى عنه. قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. التدليس ما هو؟ التدليس هو مأخوذ في اللغة من الخفاء، وهو نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فأما تدليس الإسناد فهو أن يروي الراوي عن بعض من لقيه وأخذ عنه حديثا لم يسمعه منه، يروي الراوي عمن لقيه وتحمل منه، يروي عنه حديثا لم يسمعه وإن كان سمع من شيخه أحاديث في الجملة، إلا أن ذلك الحديث الذي أخذه عنه في هذه المرة لم يسمعه منه وإنما تحمل بواسطة، بينهما واسطة في الحقيقة. موهما أنه سمعه منه، كيف يوهم أنه سمعه منه؟ يستعمل صيغة محتملة للسماع كعن أو أن كما تقدم أو قال، ويروي عن شيخ هو يروي عنه في الأصل، سمع من أحاديث، ولكنه في هذه المرة لم يسمع ذلك الحديث منه وبينهما واسطة،
ولكننا إذا نظرنا في الإسناد لم نكتشف هذه الواسطة لأنها محذوفة. يقول مثلا الوليد بن مسلم الأوزاعي حدثنا الأوزاعي عن نافع، يقول مثلا الوليد بن مسلم القرشي حدثنا الأوزاعي عن نافع. الوليد بن مسلم في الحقيقة روى عن الأوزاعي وتحمل منه أحاديث، ولكنه في هذه المرة لم يأخذ هذا الحديث بعينه ولم يتحمله من الأوزاعي، وإنما بينهما واسطة ولكنه حذفها. قد يقول القائل الآن ألا يكون هذا غشا وخيانة وتسقط عدالة من دلس الحديث وأسقط راويا بينه وبين شيخه، وكيف يفعل ذلك؟ نقول نعم إنه مسقط للعدالة، ولكنه مسقط للعدالة لو أنه قال حدثني الأوزاعي مثلا وهو لم يحدثه في الحقيقة، ولكن ما دام أنه يروي بصيغة محتملة للسماع عن، فهو كما تقدم في الإرسال الخفي يحتمل أنه سمع منه وأنه لم يسمع منه، هو لم يقل حدثني ولا أخبرني وإنما يقول عن فلان. ولا شك أن البيان والكشف أولى وأبعد عن الريب والشبه من طوي رجل في الإسناد وعدم ذكر اسمه، ولكنه ليس بكذب لأن الراوي لم يقل حدثني فلان وهو لم يحدثه في الحقيقة، إذ لو قال حدثني فلان وهو لم يحدثه في الحقيقة لأسقطه أئمة النقاد والحفاظ وجعلوه في المتروكين والكذابين. يفعل ذلك لأغراض، فقد يكون يسقط رجلا في الإسناد بينه وبين شيخه لكونه أصغر منه سنا ويروي عنه، ويستحي من أن يروي عن من هم أصغر منه سنا فيترك اسمه في الإسناد، وهو لا يضر، يرى أنه لا يضر لأن ذلك الذي هو أصغر منه هو ثقة وحافظ، وعدم ذكره في الإسناد لا يؤثر في الإسناد شيئا، لأنه لو ذكره لذكر ثقة وحافظا فلم يؤثر في صحة الإسناد واتصاله وثبوته. مثال ذلك ما ذكروا من تدليس سفيان بن عيينة رحمه الله، فإنهم قالوا إنه لا يدلس إلا عن ثقة، فمهما اكتشفوا من حدثه ممن طواه فإنهم يقفون على اسم ثقة بل قد يكون إماما. مثال ذلك أن سفيان بن عيينة رحمه الله حدث عن عمرو بن دينار، قال عن عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة هو في الحقيقة وفي الأصل يروي عن عمرو بن دينار وحدث عنه بأحاديث كثيرة، وهو أثبت أصحاب عمرو بن دينار على الإطلاق، ولكنه لما سئل مرة من المرات فقيل له هل سمعت هذا الحديث من عمرو بن دينار ماذا قال؟ قال لا، ولم أسمعه ممن سمعه منه، إنما سمعته من علي بن المديني عن أبي عاصم النبيل عن عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار. كم أسقطها هنا؟ أسقط ثلاثة، وتوهمنا أنه ليس بينه وبين عمرو بن دينار أحد، أسقط ثلاثة. لماذا؟ لأن الثلاثة هؤلاء منهم واحد من تلاميذه، من هو؟ علي بن المديني، هو من تلاميذ سفيان بن عيينة، أسقطه، وأسقط الضحاك بن مخلد وهو من أقرانه أبو عاصم، وأسقط عبد الملك بن جريج وهو من طبقة شيوخه. إذن تدليس الإسناد
ليس هو بكل حال مردودا ولا مذموما، وإنما غاية ما في الأمر أن يسقط المدلس اسم شيخ له لغرض من الأغراض ككونه أصغر منه. ولكن من أنواعه تدليس التسوية وهو مذموم، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه محرم. لماذا؟ لأن تدليس التسوية أن يروي المدلس عن شيخه الثقة عن ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف ويسكت عن ذكر اسمه في الإسناد، فيتوهم الناظر أن الإسناد ثقات كلهم، ولكن الحال ماذا؟ أن هناك من أسقط وهو ضعيف، ولو كشف عن اسمه لتحول الإسناد من إسناد صحيح إلى ضعيف، وهذا يفعله من الثقات أمثال الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. مثال ذلك حتى يتبين المقال أن الوليد بن مسلم روى عن الأوزاعي عن نافع، فلما حوقق في ذلك وجد أن بين الأوزاعي ونافع في حقيقة الأمر بينهما عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. هذا يسمى تدليس التسوية، لأنه سوى الإسناد فظهر لنا أنه من أجود الأسانيد، بينما هو في حقيقة الأمر قد أسقط بين الأوزاعي وبين نافع رجلا ضعيفا وهو عبد الله بن عامر الأسلمي. وهذا شر أنواع التدليس وأخطرها. وقد يقول القائل ها هنا أيضا ويتبادر إلى ذهنه لماذا يفعل ذلك وهو ثقة؟ أليس يوصف بأنه من الثقات؟ فكيف يسقط ضعيفا؟ وهذا مما يجب كشفه وبيانه. ومن أمثل ما يعتذر لمن فعل هذا كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، لأنهم أهل عدالة ولا يجرحون في دينهم، وليسوا بمتهمين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثل ما يعتذر به عنهم أنهم ما جوزوا على ذلك الذي أسقط أنه يتعمد الكذب، وأنه عندهم وفي أنفسهم يحتمل حديثه، ولكنه عند كثير من الناس على خلاف ما يعتقدونه هم فيه، فعندهم أنه يحتمل حديثه وأنه من جملة من يقبل حديثه، ولكنه عند النقاد ضعيف، فيتأولون لأنفسهم ويسقطونه حذرا من ألا يقبل هذا الحديث عنهم. ومن التدليس تدليس الشيوخ وهو القسم الثاني. وتدليس الشيوخ هو أن يصف المدلس شيخه بغير صفته التي عرف بها، أن يصف المدلس شيخه بغير صفته المعروفة عنه، يكون شيخه مشتهرا باسم معين، أو لا يعرف إلا بلقب معين أو بكنية معلومة، فيقول حدثنا فلان بغير الاسم الذي اشتهر به أو بالكنية التي اشتهر بها أو باللقب الذي عرف به. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك لأغراض، إما لضعف شيخه فيستحي من أن يذكر اسمه فيكني أو يلقبه بلقب غير ما اشتهر به، أو ليوهم كثرة شيوخه فيقول مرة حدثنا أبو بكر بن أبي داود كما كان يفعل بن مجاهد، ومرة يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وهو أبو بكر بن أبي داود، أو يقول مثلا حدثنا محمد ابن سند وهو محمد بن الحسن النقاش،
وفيه ضعف، بل هو ضعيف جدا، وقد يكون من أنواع التدليس هذا تدليس البلدان أيضا، وهو أن يقول حدثنا مثلا فلان ببلاد ما وراء النهر ليوهم أنه كثير الرحلة، وهو لا يقصد بلاد ما وراء النهر التي هي معلومة، وهو نهر جيحون الذي البلدان بعده بلاد خراسان فما وراءها، وإنما يقصد بذلك نهر دجلة، ويفعل ذلك إيهاما للتكثير. إذن تدليس الشيوخ ويلتحق به تدليس البلدان هو لإيهام التكثير أو لضعف في الشيخ، وهو أخف كما قال المؤلف من التدليس الأول وهو تدليس الإسناد. لماذا؟ لأنه واضح وبين ويطلع عليه الإنسان من أول نظرة في الإسناد، بخلاف تدليس الإسناد فإنه عسير الاطلاع عليه واكتشافه. بعد هذا حكم المدلس أو حكم حديث المدلس. إذا روى من وصف بالتدليس حديثا بالعنانة فما حكمه؟ هل يقبل أم يرد؟ أما إذا كان من وصف بالتدليس صرح بالسماع، قال حدثني أو أخبرني أو سمعت أو نحو ذلك من العبارات، فإن حديث هذا المدلس محمول على ما ذكر من السماع والاتصال إذا كان ثقة. فأما إذا روى المدلس حديثا بالعنعنة وهو معلوم عنه أنه يدلس فهذا له أحوال، إن كان الغالب عليه التدليس أو كان مكثرا من التدليس فإنه يتوقف في عنعنته، فإن لم يوجد له هذا الحديث إلا بصيغة عن فإنه يرد ولا يقبل منه. وأما إن كان ليس هو الغالب عليه بل لم يذكر عنه التدليس إلا نادرا فإنه لا يرد بمثل ذلك، ويحمل حديثه على السماع والاتصال، لأن الحكم للغالب، وقد نص على هذا علي بن المديني رحمه الله. وها هنا ضوابط أيضا أخرى ينبغي أن ينتبه لها، وهو أن أهل العلم في كتب التراجم خصوصا التراجم المختصرة، كتب الرجال المختصرة كالتقريب، يذكرون في ترجمة الرجل أنه مدلس، ولا يعني ذلك أنه معتاد التدليس وأن الغالب عليه التدليس وأنه كلما روى حديثا بالعنعنة فإنه دلس فيه، وإنما هو وصف له أنه قد ذكر بتدليس، ثم قد يكون مكثرا منه وقد يكون مقلا منه وقد يكون نادرا. فقد ذكر عن يزيد بن هارون رحمه الله أنه مدلس، ولم يثبت أنه دلس إلا في حديث واحد، وهو من المكثرين من رواية الحديث. وأيضا ينظر في هذا المدلس، ينظر في من روى عنه، فقد يكون ذلك الراوي عنه ممن لم يحمل عن شيخه إلا ما صرح فيه بالسماع، مثل شعبة بن الحجاج يروي عن ثلاثة من المدلسين ممن وصفوا بالتدليس، وهم قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ولكن إذا كان الراوي عنهم شعبة بن الحجاج فإن شعبة من أكثر الناس كراهة للتدليس وحذرا منه، فلم يحمل عن هؤلاء الأشياخ إلا ما صرحوا فيه بالسماع. فإذا هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس وهم ثلاثة وكل منهم واسع الرواية، إذا كان الراوي عنهم شعبة وقد أكثر عن هؤلاء فإنه يحمل حديثهم على السماع والاتصال. وكذلك أحاديث من وصفوا بالتدليس إذا وجدت في الصحيحين أو في أحدهما فإنه يحمل، كما ذكر الحافظ بن رشيد العطار وغيره من الحفاظ، يحمل ما وجد من أحاديث المدلسين ولم توجد إلا بالعنعنة في الصحيحين على السماع والاتصال، وأنهم حملوا حديث هؤلاء المدلسين
من طرق أخرى متصلة عنهم. أما إذا كان المدلس ممن عرف بأنه يكثر الرواية عن الضعفاء وعن المجاهيل مثل الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وهؤلاء، فإن أهل العلم يقولون إنه لا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. قال: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. تقدم لنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، وهذا أوان معرفة معنى الشذوذ في الحديث. ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، إذن شرط الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، وعرفنا الاتصال ومعناه وما يحترز عنه، وعرفنا الثقة أنه هو أن العدل الضابط هو الثقة، ولكن العدل الضابط الذي هو الثقة ليس معناه أنه لا يمكن أن يهم في حديث ولا يخطئ، بل قد يهم وقد يخطئ الثقة المتقن الذي هو في غاية الإتقان. فإذا أخطأ الثقة في إسناد الحديث أو في متنه أو في إسناده ومتنه معا فهذا هو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لرواية الثقات. وقيل هو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، قيل ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، وقيل ما رواه الراوي مطلقا سواء يعني كان ثقة أم ضعيفا مخالفا من هو أوثق منه. وهذه التعريفات كلها صحيحة، كل هذه التعريفات لا يغني بعضها عن بعض، إلا أنه يجمعها كلها أن نقول إن الشاذ هو ما ترجح أن راويه المتفرد به قد أخطأ فيه. فإذا ترجح عند الناقد أن الراوي أخطأ في هذا الحديث في سنده أو في متنه أو فيهما معا، سواء كان هذا الراوي ثقة أم ضعيفا، وسواء خالف غيره أم لم يخالف غيره، فإنه هو الشاذ. وبالمثال يتضح المراد إن شاء الله. فهذا حديث رواه معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. نحن إذا نظرنا في هذا الإسناد وجدناه مسلسلا بالثقات الحفاظ، معمر بن راشد هو من الحفاظ ومن أخص أصحاب الزهري وأكثرهم رواية عنه، روى هذا الحديث عن الزهري، والزهري هو أوسع التابعين رواية على الإطلاق، وممن يدور حديث كثير من أحاديث الدين عليه رحمه الله. روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من الثقات المتقنين من التابعين المكثرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا نظرنا إلى هذا الإسناد وجدناه مسلسلا بهؤلاء الثقات متصلا، فهل يكفي أن نحكم عليه بأنه صحيح؟ شرطنا في الحديث الصحيح أن يكون متصلا، فهذا متصل بنقل العدل الضابط أي الثقة، وهذا مسلسل ليس بالثقات فحسب بل هم ثقات حفاظ، لكن بقي لنا شرط وهو ماذا؟ أن لا يكون شاذا ولا معللا. فننظر، فوجدنا هذا الحديث يروى من طريق أخرى عن الزهري، رواه مالك عن الزهري،
ورواه أيضا غير مالك من أصحاب الزهري، فوجدنا مالكا وغيره من أصحاب الزهري يروونه بإسناد غير هذا الإسناد الذي رواه معمر، وبمتن فيه اختلاف عما رواه معمر. وجدنا مالكا وغيره يروونه عن الزهري لكن ليس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وإنما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال ألقوها وما حولها وكلوها، ولم يفرق بين جامد ولا مائع. وأيضا فإن الإسناد على خلاف ما روى معمر، فإنه جعله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالكا وغيره من الحفاظ جعلوه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. ولذلك حكم البخاري وأبو حاتم بأن معمرا شذ في هذا الحديث، شذ بماذا؟ شذ في الإسناد وشذ في المتن. ما معنى شذ؟ يعني أخطأ، أخطأ حيث انفرد، انفرد أولا، فانفراده دلنا على أنه أخطأ. كيف عرفوا أنه أخطأ؟ بجمع الروايات واعتبارها ومقارنتها بغيرها. إذن هذا هو مثال للشاذ. قال والمنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور، ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور، ولا مشهور بماذا؟ بالحفظ. إذن ما هو الاختلاف ها هنا بين الشاذ وبين المنكر؟ يجتمعان في المخالفة، فكل واحد منهما يخالف ويتفرد، ولكن الشاذ هو مخالفة الثقة أو تفرد الثقة، والمنكر هو ها هنا تفرد من ليس بمتقن ولا مشهور بالحفظ. فرق إذن بينهما. وأئمة الحديث في كتب العلل كثيرا ما ينقل عنهم أيضا وصف ما تفرد به الثقة بأنه منكر، فإذا رأوا ثقة من الثقات ليس بمشهور بالحفظ والإتقان، يعني ليس من الثقات الذين هم في أعلى مراتب الثقة الحفاظ المتقنين، رأوه تفرد بحديث ما، فإنهم يصفون ما تفرد به بأنه منكر. لماذا؟ لأن التفرد لا يحتمل إلا ممن اشتهر بسعة الحفظ، فلعل هذا الذي اشتهر بسعة الحفظ كالزهري وكمالك وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي، لعل هذا الذي تفرد بحديث ما لا يرويه غيره، لعله أن يكون حمله عن ذلك الشيخ لأنه موصوف ذلك الرجل الذي تفرد بسعة الحفظ. لكن إذا روى ثقة من جملة الثقات ليس بمعروف بسعة الحفظ ولا مشهور بالإتقان بحديث ما، فإن أئمة الحديث كثيرا ما يطلقون على ما تفرد به أنه منكر، وأحيانا يطلقون على ما تفرد به الضعيف أنه منكر، وعموما عندهم التعبير بهذا وذاك عن كل حديث أخطأ فيه راويه، فلا يفرقون كثيرا بين الشاذ ولا المنكر. فحيث ترجح عندهم أن الحديث فيه خطأ في إسناده أو في متنه أو في كليهما معا، فأحيانا يطلقون على هذا أنه منكر وأحيانا أنه شاذ، وذلك بحسب اختلافهم واختلاف استعمالاتهم. فالبخاري رحمه الله مثلا أو الإمام أحمد وكذلك علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم، هؤلاء كثيرا ما يطلقون على ما انفرد به الثقة وأخطأ فيه أو من هو دون الثقة من صدوق
وغيره أنه منكر. والإمام الشافعي رحمه الله والترمذي كثيرا ما يطلقون على أخطاء الثقات أو من دونهم بأنها شذوذ، وبالمثال أيضا يتضح المراد إن شاء الله. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدناه مسلسلا بالثقات، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولو أن إنسانا أراد أن يحكم على هذا الحديث بالنظر إلى ثقة رجاله وعدالتهم لحكم عليه بأنه ماذا؟ صحيح. ولكن الإمام أحمد قال إن هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر. لماذا؟ قال هذا من خطأ الأوزاعي، هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى ابن أبي كثير. إذن ها هنا ينتج لنا أمر، وهو أنه إذا وصف الرجل بأنه ثقة فليس معنى ذلك أن هذا الثقة كلما روى حديثا فإنه يكون صحيحا، لأن الثقة قد يخطئ. ويثمر لنا أمرا آخر نفهمه، وهو أن الثقة قد لا يكون كذلك في بعض الشيوخ المخصوصين، قد يكون ثقة إلا في روايته عن فلان فإنه يخطئ كثيرا عنه أو يخطئ أحيانا عنه فيتوقف في روايته عنه، وقد يروي عنه المنكرات فلا يصحح حديثه عن ذلك الرجل، كما ذكر هاهنا عن الأوزاعي. فإن الإمام أحمد قال هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير خاصة، وكما ذكر عن جرير بن حازم فإنه ثقة، ولكن قيل إنه كثيرا ما يخطئ في روايته عن قتادة، وكما قالوا عن سفيان بن حسين إنه يخطئ إذا روى عن الزهري. ونمثل بمثال آخر لما تفرد به ثقة وأنكر عليه، وهو ما روى أفلح بن حميد وهو ثقة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. قال ابن عدي هذا حديث أنكره الإمام أحمد على أفلح بن حميد. لماذا أنكر على أفلح بن حميد؟ لأنه لم ير هذا الحديث رواه عن القاسم بن محمد، وهو من التابعين الذين لهم أصحاب كثر روى عنهم وتحملوا حديثهم، لم ير أحدا من أصحابه رواه عنه. وأيضا فإن الإمام أحمد أنكر جملة من الحديث، وهو قول الراوي في هذا الحديث ووقت لأهل العراق ذات عرق، فإنه لا يعرف توقيت ذات عرق من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أباه وقت ذات عرق. فإذن المنكر والشاذ متقاربان في المعنى مهما اختلفوا في التعريف والحد، ومهما يكن من اختلاف في تعريف الشاذ والمنكر، سواء علينا وصفنا هذا الحديث بأنه شاذ أو بأنه منكر، فإنهما يجتمعان في أنه لا يحتج بهما وليس من حد الصحيح. قال والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الفرد هذا وصف وليس حكما، فهو ليس مثل قولنا هذا حديث شاذ أو هذا حديث منكر. إذا قيل هذا حديث فرد فهو وصف، وقد تجتمع مع الفردية الصحة
وقد يكون في الفرد الصحيح وقد يكون في الحديث الفرد الضعيف والمردود. قال: وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. تفرد مطلق، بحيث يروي الراوي حديثا عن شيخه ولا يشاركه في رواية ذلك الحديث عن شيخه أحد ولا رواية ذلك المتن. ومثلوا له بحديث عبد الله بن دينار التابعي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يروي ذلك الحديث أحد عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار وهو ثقة، وانفرد عن عبد الله بن دينار وانفرد عنه أيضا بذلك المتن، فإنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فهو تفرد مطلق. قوله: أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة، هذا هو التفرد النسبي، يقولون تفرد نسبي، ويطلقون عليه الغرابة النسبية. والفرد والغريب مترادفان، فقد تعبر عن الحديث الفرد بأنه غريب، وقد تعبر عن الحديث الغريب بأنه فرد، وذلك أن الغرابة والفردية مترادفان لغة واصطلاحا. قولهم مثلا في حديث غريب تفرد به أهل مكة، يعني هذه سنة تروى عن أهل مكة أو عن أهل المدينة، كما يقولون في حديث رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. قالوا: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. قال: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، وهذا يسمى أيضا الفرد النسبي، وهو تفرد لا يكون في أصل السند، تفرد لا يكون في أصل السند، وإنما يكون باعتبار ما من الاعتبارات، كأن ينفرد واحد عن الزهري مثلا ممن يجمع حديثه. الزهري رحمه الله رجل يجمع حديثه ويعتنى بروايته لأنه واسع الرواية جدا، وله أصحاب جمعوا حديثه مكثرون عنه مثل الإمام مالك وسفيان بن عيينة وعقيل بن خالد الأيلي ويونس بن يزيد والليث بن سعد وصالح بن كيسان وهؤلاء. فإذا روى الزهري حديثا فلم نجد عنه راويا إلا رجلا واحدا لم يشاركه واحد من هؤلاء الحفاظ فتفرد برواية هذا الحديث عن الزهري، فإنه غريب، وهي غرابة نسبية، لأن متن الحديث نفسه قد يكون في نفس الأمر مرويا بأسانيد أخرى عن غير الزهري ومحفوظا ومعروفا، فهي غرابة إذن نسبية بالنسبة إلى حديث الزهري، لأنه لم يروى عنه إلا من جهة راو واحد فقط، بخلاف الغرابة المطلقة أو التفرد المطلق، فإنه يكون ذلك الحديث لا يروى إلا من جهة ذلك الصحابي وإلا من جهة ذلك التابعي الذي تفرد بالرواية عنه. والفرد أو الغريب كما تقدم هو وصف وليس حكما، فقد يكون في الأفراد أو الغرائب الأحاديث الصحيحة، وقد يكون فيها المنكرة المردودة. فإذا تفرد المتقن عن النبي عن صحابي أو عن تابعي أو عن تابع تابعي بشيء، فإن تفرد المتقن قد يكون معه الصحة، كما قال الذهبي: وقد يعد تفرد الصحيح وقد يعد تفرد الثقة المتقن صحيحا.
وقد يكون في الأفراد والغرائب المنكر إذا كان الراوي ثقة من جملة الثقات، لكن لا يحتمل له أن يتفرد بشيء لا يرويه ولا يشاركه فيه غيره. لماذا نقول ذلك؟ قد يقول القائل: ألم نشترط في الثقة أن يكون عدلا ضابطا؟ فإذا اشترطنا فيه العدالة والضبط فلماذا لا يقبل منه التفرد؟ نقول إن أصل الحكم عليه بأنه ثقة وأنه ضابط إنما حكم عليه بأنه ضابط بعدما اعتبرت رواياته الأخرى فوجد يشارك الثقات ويوافقهم فيما رووه ولا يشذ عنهم بشيء. فإذا شذ بشيء وتفرد به فإنه على خلاف الأصل الذي بسببه حكمنا عليه بأنه ضابط، فحينئذ نتوقف. فقد يكون ما رواه يحتمل له ويدل على أنه ضبطه وحفظه وكان مما انفرد به وتميز به، وقد يكون لا، مما شذ به فينكر عليه. وهذه قاعدة الأئمة كالإمام أحمد ومن قبله كيحيى بن سعيد القطان وكالإمام علي بن المديني وغيرهم من أئمة أهل العلم. نقتصر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونواصل غدا بحول الله وقوته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.